قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا محمدا رسول الله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبصر به من العمى وهدى به من الضلالة وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفرق به بين المؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار. لم يترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. أمرنا ربنا بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب في هذا المسجد الطيب. اجتمعنا لكي نتعاون على طاعة الله تبارك وتعالى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أنه مما يهون على العبد فعل الطاعات وييسر عليه هذه الطاعات الاجتماع عليها، حينما يجتمع المؤمنون بعضهم مع بعض فتسهل عليهم الطاعة وتهون. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع: عليكم بالجماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وكثيرا ما نجد أو دائما نجد في كتاب الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هكذا بصيغة الجمع. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا لفظ مفرد، فكان يعني متوقع أن يكون بعدها إلا الذي آمن وعمل الصالحات، ولكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل ذلك دليل على أن الجماعة يكون فيها رحمة ويكون فيها توفيق، وشرعت أعمال كثيرة يجتمع فيها المسلمون: صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، الحج وغير ذلك من الأعمال التي يستحب فيها وأحيانا كثيرة تجب فيها الجماعة. من ضمن المعاني ومن ضمن الأهداف أنه ييسر على العبد الاجتماع، تجد سهولة ويسر في الاجتماع لصلاة التراويح في رمضان، لأن كل الناس يصلون، كل المسلمين أو كثير من المسلمين يملؤون المساجد ويجتمعون لأداء هذه الصلاة، فيسهل على العبد أن يصلي. ربما يجد صعوبة حينما يصلي منفردا أو وحده في بيته أو في أي مكان، ولكن حينما تكون الجماعة فتكون اليسر والسهولة في العبادة. فمما يعين على العبادة ومما ييسرها الاجتماع عليه. فبناء على ذلك كانت هذه الفكرة وهذه الاقتراح المبارك من العمرة الجماعية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرها لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كانت هذه العمرة الجماعية التي يعني اجتمعنا فيها فضل الله تبارك وتعالى. يعني لا يخفى عليكم فضل العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهي والحج ينفيان الذنوب والخطايا كما ينفي الكير الخبث الحديد والذهب والفضة. فلها فضل كبير عند الله تبارك وتعالى، فيحرص المسلم على أن يعتمر ناهيك عن الثواب المترتب بعد ذلك حينما يصلي في المسجد الحرام الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، وحينما يحرص على زيارة المسجد في المدينة، مسجد النبوي في المدينة الصلاة فيه بألف صلاة، وحينما يتنقل بين المشاعر ويستحضر المعاني الإيمانية في هذه المواقف كلها، ثواب عظيم. كان يعني اجتماعنا لنيل هذا الثواب العظيم، هذه أحد النيات التي ينويها المسلم
حينما يذهب إلى العمرة ينوي أن يحصل على الثواب العظيم، يريد أن يغسل ذنوبه وما أكثر الذنوب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فكان يعني من باب أو من هذا المنطلق، من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب الاجتماع على طاعة الله تبارك وتعالى، كانت هذه العمرة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة. الآن يعني أمامنا يعني عدة فقرات إلى أن شاء الله نأخذ الإخوة، المفروض أنه موعد اليوم عشان يستلموا الجوازات السفر والتأشيرات، وفي هدية أو جائزة زي ما أخونا عدنان قال يعني. فإن شاء الله نبدأ يعني فرصة أن نستمع إلى مشايخنا، فالبداية تكون مع فضيلة الشيخ شيخنا الشيخ طارق منير ليتكلم عن فقه العمرة، فليتفضل مسددا مؤيدا من قبل الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبي هديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالاجتماع والاتحاد والتعاون والتآزر هو من أعظم أسباب قوة المسلمين وتماسك جماعتهم وقوة شوكتهم. وكلما كان يعني كلما كانت جماعة المسلمين على قلب رجل واحد، كلما كانوا أقرب إلى النصر، وكلما كانوا أقرب إلى السداد وإلى التوفيق. والشيطان إلى الواحد أقرب منه إلى الاثنين، وهذا هو أصل الفكرة في هذا المشروع الرائد الذي يعني من الله جل وعلا به علينا، وهو العمرة الجماعية لإخواننا. والعمرة ثوابها معلوم يعني في الشريعة، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن إذا شنبت الكبائر. فتواصل العمرة من أسباب غفران الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما والذي نفسي بيده لينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد. فليس الإنفاق في الحج والعمرة من أسباب نقصان المال، على العكس تماما، النفقة في الحج والعمرة مخلوفة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والعمرة عمرة، عمرة للقلب وعمرة للإيمان، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. فالإيمان يحتاج إلى نوع من إلى التعهد وإلى ري، كما لو كان عندك زرع وشجر، لو كان عندك أرض تركتها وأهملتها بلا زرع وبلا ري وبلا تنقية للآفات، يعني يتأثر القلب بذلك يعني تتأثر أرضك بذلك، وقد تغلبها الآفات وتقضي عليها ولا تنبت زرعا ولا ماء ولا شيء. فإذا كان إذا وجب تعهد الأرض، كذلك القلب يجب تعهده بالإيمان، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والحج والعمرة من أعظم أسباب زيادة الإيمان، لا سيما مع رؤية الأماكن العظيمة التي لا توجد في مكان في الدنيا إلا في هذا المكان. نعم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. مكة البلد الحرام والبيت الحرام هي واحة الدنيا والسكينة ويعني الراحة والطمأنينة التي تجدونها في هذه الأماكن لا تجدوها في غيرها. وإذا يعني ذكرنا مكة سنينا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تعلمون فضل المدينة، المدينة ليست كأي مدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم طيبة، طابت بساكنها صلى الله عليه وسلم وطابت بنزول الوحي عليها. ستطأ أقدامكم إن شاء الله تعالى أرضا وطأها الوحي، ومشى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستتذكرون
موقف النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يعلم أصحابه ويربيهم ويرسل السرايا ونحو ذلك. على كل حال أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأول فقه تتعلمه في العمرة أنك خارج في سبيل الله، وهذا الخروج في سبيل الله هذه رحلة العمرة الله أعلم سيمد في أعمارنا ما نقوم بهذه العمرة أم لا، فاعتبر أن هذه العمرة هي قد يختم بها حياتك، فجاهد نفسك جاهدها في الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه العمرة هي ما تود أن يختم به ما أود أن يختم بحياتي وحياتك، فتعتبر أن هذه العمرة هي خروج في سبيل الله، ومن ثم تتجرد لله سبحانه وتعالى. أي مشكلة حتلقاك وحتلقى مشاكل قطعا، هناك دائما المعالي حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، أي شيء تلقاه في جنب الله فهذا في سبيل الله. لا تجعل الشيطان سبيلا عليك ويقول لك والله أصل الفندق انت ولده 900 متر هو صار 950 متر، وين الوجبة فين اللي احنا الوجبة وساعة الطعام، نجد الناس يعني تذهب بعض العقول لبعض الأشياء. لا، الأماكن دي هذه تحتاج إلى منك إلى أن تكون حاضر القلب صابرا ومحتسبا، وتعلمون كم قاس إخوانكم حتى يتم الله عز وجل هذا الأمر. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا، ولا شك أنك حتجد بعض الأخطاء، وهكذا جميع الأعمال البشرية، وهذه بكورة أول عمل نقوم به بهذا الحجم وعمرة جماعية، وبالتالي احتاج من إخواننا نوع من الصبر ونوع من الحلم ونوع من حسن المعاشرة ونوع من تقديم الآخرين على نفسك، وهذا الإثارة الذي مدحه الله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والبعض قد يحاول الشيطان أن يفسد عليه عمرته فيرفع صوته والسرير غير مناسب والمكان غير مناسب. يا أخي الفاضل، أنت ذهبت إلى العمرة وخرجت في سبيل الله، وتعلم أننا لا نربح عليك شيئا، إحنا أحيانا بيدعم هذا الموضوع من البعض، تستكين نفسك، أنت مسافر ما شاء الله طائرة وانتقالات ومكة والمدينة، والحمد لله الذي أتم الله جل علينا علينا هذا الأمر بهذا الثمن. ومن ثم نحتاج منك فقط، نحن لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نحن نريد منكم أن تنتبهوا للعبادة وأن تخلصوا لله سبحانه وتعالى، وأن تكف بس عني وأنك الذي تكف عني وأنا أكف عنك. فنحتاج إلى أن إن شاء الله نخرج إخوة متحبين ونعود كذلك إخوة متحبين. أركان العمرة يسيرة ومعلومة، وكل الشريعة ميسرة. فأول ركن من أركان العمرة طبعا الأعمال كلها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فشرط قبول أي عمل هو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. إذا أنت الآن ذاهب العمرة ليس لأن يقال حج فلان ولا الفلان، لا، أنت ذاهب حتى تعبد الله سبحانه وتعالى، وحتى تقيم أمره وتعظمه وتوحده وتهلله، وتزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها نوايا صالحة. صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1,000 صلاة، صلاة واحدة في المسجد الحرام بعمرك بضع وخمسين سنة. على كل حال أركان العمرة يسيرة، أولا تبدأ بإخلاص العمل لله جل وعلا، تخرج من بيتك عندك المصحف في جيبك، وهذه رحلة في سبيل الله، ولا تنقطع عن كتاب الله في الذهاب في السيارة في المطار في شيء، أنت اجعلها في سبيل الله من أولها إلى آخرها إن شاء الله جل وعلا. أول ركن من أركان العمرة الإحرام، والإحرام هو نية تنعقد في القلب، أصل الإحرام نية، عقد نية في القلب على البدء في مناسك العمرة. ومعنى الإحرام أنه سيحرم عليك بعد هذه النية
بعض ما كان يحل لك قبل ذلك. فعندما يحرم الإنسان، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أماكن للحج والعمرة، فمن من ميقات أهل مصر. أنتم إن شاء الله عندما إحنا نذهب إلى المدينة أولا، ولا مكة أولا، يعني العمرة أولا ثم ذلك المدينة. على كل حال أنت هتحرم على حسب إن شاء الله نذهب إلى مكة، وبالتالي إن شاء الله هتحرم من المكان اللي الإخوة هيدلوك فيه، لو كان هيكون من المطار أو من ذلك، وهتلبس ملابس الإحرام، وملابس الإحرام معلومة إزار ورداء، ولا يلبس الملابس يعني السراويل يعني البناطيل ولا الفانيلات ولا الملابس الداخلية، لا إزار ورداء فقط. هكذا يعني بين نبينا صلى الله عليه وسلم في لبس ملابس الإحرام. هذا أول شيء، أنك أحرمت، عندما تحرم لبيك اللهم بعمرة، نعم، وهتلبي عند محاذاة الميقات لبيك اللهم بعمرة. بعد أن تحرم حرم عليك استعمال الطيب، حرم عليك النساء، حرم عليك قص الأظافر، قص الشعر، قص تحت الإبط، قص العانة، كل هذا قبل الإحرام، كل هذا قبل الإحرام، كل هذا من محاذير الإحرام بعد ذلك، كل هذا لا يجوز فعله. وطبعا عندما تلبس ملابس الإحرام هي من الحكم ومن الفقه أن ملابس الإحرام هي أشبه ما تكون بأكفان الموت، وكأنك عندما تحرم كأنك يعني في لقاء، في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، ومن ثم الإحرام يجب عليك أن تكون هادئا لينا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الركن الأول في العمرة، فعندما تحرم بالعمرة وتلبي لبيك اللهم بعمرة، ويشرع التلفظ بالتلبية كما جهر النبي صلى الله وسلامه عليه، ويشرع لك طوال الطريق أن يتلبي. وأعظم التلبية وأحسنها تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلبي بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية الكلمة العظيمة، نعم، ومن مات يعني الصحابي الذي مات وهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اغسلوه ماء وسدر ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الركن الأول، تلبي حتى تصل إلى بيت الله الحرام. قد نصل إلى الفندق ونضع الشنط نحو ذلك، وإذا توجهنا بعد ذلك إلى الحرم. هذا الركن الأول الإحرام. الركن الثاني من بالعمرة هو الطواف بالبيت، والطواف يعني بالبيت دعاء دخول المسجد الحرام، هو دعاء دخول أي مسجد، بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وتبدأ مناسك العمر عندك عند الطواف بالبيت، فتبتدئ من الحجر الأسود، حجر أسود يكون على يسارك، وتجد علامة خضراء في محاذاة الحجر. وعندما تطوف بالبيت هتطوف بالبيت 7 أشواط. ويسن عند الطواف أن تضبع. يعني إيه تضبع؟ يعني تأخذ طرف الرداء الأيمن من تحت الإبط وتلقيه على الكتف الأيسر، فيصبح الكتف الأيمن ظاهرا. هذا عند الطواف، هذا عند الطواف، وهذه من السنة، ولها قصة معروفة فيها إظهار لقوة المسلمين وإظهار لجلدهم. هتوف 7 أشواط، ويشرع يعني في الأربعة الأول يشرع يعني رمل يعني شيء من الإسراع حيث ما يعني أمكنك ذلك، وتكمل بقية الأشواط. طبعا في كل شوط بتستقبل الحجر الأسود، إذا لم تستطع الحجر استقباله فتشير إليه، نعم. وقبل الحجر الأسود على نفس الصفة الركن اليماني، الحجر يعني هو حجر أيضا قبل الحجر الأسود، إن استطعت أن تستقبله يعني تلمسه، إذا لم تستطع يبقى ليس عليك شيء، لا تشير إليه، فقط تشير إلى الحجر الأسود. ويشرع لك في الطواف ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء، تدعو لك ولأهلك وولدك وللمسلمين وللمجاهدين ولمن تحب. إذا أكملت الطواف 7، السنة صلاة ركعتين عند
مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإن استطعت صلي عند المقام صلي، إذا لم تستطع صلي خلي المقام بينك وبين الكعبة، وهذا سنة لا يجب، لكن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتصلي ركعتين، الركعة الأولى بتقرأ بقل يا أيها الكافرون، وهي في ركعتين تقرأ بسورتي الإخلاص، سورة الإخلاص الأولى قل يا أيها الكافرون، والسورة الثانية قل هو الله أحد، فركعة الثانية. إذا صليت يا ركعتين سلمت، سنة لك أن تشرب من ماء زمزم وتتضلع منها. بعد أن تنتهي من ذلك تذهب مباشرة إلى الصفا والمروة، نعم، والطواف والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة، لا يصح العمرة إلا بها، كذلك الطواف. عندما تقرب من الصفا، فطبعا الصفا والمروة دي لها قصة معروفة، قصة هاجر زوج إبراهيم عليه السلام، وطبعا كانت تبحث عن الماء، تصعد على الصفا ثم تنزل وتسعى بينهما حتى تصعد على المروة، فتذكر فقر هاجر إلى الله سبحانه وتعالى وحاجتها، وهذه حاجتك وفقرك إلى الله عز وجل. إذا قربت من الصفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قرب من الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وتبدأ، وهذا يعني هذه الآية تتلوها، ثم تصعد على الصفا والدعاء على الصفا، تقف على جبل الصفا حتى تطوع الكعبة إن استطعت، وتقول بدعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثلاث مرات. ثم تدعو الله سبحانه وتعالى بما استطعت وتنزل. طبعا عندما تنزل أنت بتمشي تجد الضوء الأخضر الموجود في السقف، وهذا يسمى في الفقه يعني الميلين الأخضران، الميلان الأخضران الأول والثاني، ويشرع السعي فيهما، والسعي هو شدة الجري، السعي هو شدة الجري على حسب الاستطاعة، نعم، فيعني تسعى بين الضوء الأخضر والضوء الأخضر بين الميلين الأخضرين، ثم تمشي بعد ذلك، ويشرع لك ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء والاستغفار والتوبة على حسب ما تستطيع، وتصعد على المروة فتقول الدعاء الذي قلته على الصفا، وتقف تدعو الله سبحانه وتعالى بما يعني يسر الله لك، وهذا من الصفا والمروة كده أشوط، وتذهب سبعة أشواط هكذا، يعني من الصفا والمروة شوط، تعود من المروة إلى الصفا الشوط الثاني، يبقى السبعة أشواط تبدأ من الصفا تنتهي في المروة. إذا يعني أتممت السبعة أشواط، إذا أنت عبت في أثناء السعي لا حرج أن تأخذ بعض الراحة أو تشرب زمزم، لا حرج عليك في ذلك، ومن لم يستطع السعي يركب. بعد ذلك بقي لك فقط أن يعني تحلق أو تقصر، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة ودعا للمقصرين مرة واحدة، فالحلق أفضل من التقصير، لكن التقصير كذلك لابد أن يعم جميع الرأس، يعني كونك تأخذ مثلا قطعة من هنا وقطعة من هنا، لا، لابد أن يكون التقصير يعم جميع الرأس، والحلق أفضل، والمرأة ليس عليها حلق، وإنما تأخذ من شعرها يعني قدر يعني الملة. بهذه الحمد لله قد تم النسك بعد الطواف والسعي، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير. وطبعا تنتبه في طوافك أن يكون الطواف من خارج المكان اللي يسمى الحجر، لأن الحجر هذا بين الحجر وبين الكعبة هو من الكعبة. هذه المناسك على يعني يسيرة يا ميسرة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وبعد ذلك إن شاء الله تعود إلى بيتك وتغتسل وتلبس ملابسك وتقضي بقية الأيام التي يسرها الله سبحانه وتعالى. هذه بصورة موجزة الفقه الذي يعني عليك، وعلمتم محظورات الإحرام أخبرتكم بها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله شيخنا فضيل الشيخ طارق منير خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات. وعموما لابد للمسلم أن يتفقه في أمور دينه حتى تصح عبادته وتقبل عند الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعبادات يعني ليست عبادات مجردة،
ليست يعني أمورا رياضية أو يعني خالية من الحكمة. كل عبادة لها حكم كثيرة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، والمسلم ينبغي أن يتفكر في العبادات وما تحويه من معاني إيمانية يستحضرها المسلم وهو يفعل هذه العبادة، حتى يكون ذلك أقوى له على العبادة وييسر له العبادة ويستفيد منها أعظم استفادة. فكانت هذه الكلمة ومع تأملات في العمرة مع فضيلة الشيخ شيخنا الشيخ سامح قنديل، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحسن: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. هذا موطن تأمل عجيب، أن ترى نفسك من وفد الله وتنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وكل شيء ينسب إلى الله عز وجل، فهذا على وجه التشريف. قال: بيت الله، كعبة الله، ناقة الله. فإذا وجدت نفسك من وفد الله فهذه نعمة عظيمة، أنت لم تكسبها بكدك ولا بمالك ولا بأسبابك، لكن هذه نعمة لا يعرفها إلا أمثالنا ممن ينخرطون في هذه الدنيا حكم الطبع، طبيعة الدار، طبيعة الإنسان، تشويشات وزحمة الأحداث، السعي وراء العيش، انشغال بالسياسة والأحوال والاقتصاد والضغوط النفسية والضغوط المادية، وفي أثناء ذلك أنت تذنب وتقصر وتفرط وتسرف على نفسك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. كلنا هذا الإنسان الكادح الذي خلق في كبد، يكابد المشقات ويعالج الهموم، وتترادف عليه أنواع المآسي والبأساء والضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. مع كثرة الضغوط يصبح الإنسان في إشفاق على نفسه. كلنا والله مشفق، نحن كل على خطر. ترى هذه الحال التي أنت عليها تصلح للقاء الله عز وجل؟ لو جاءك منادي الله سبحانه وتعالى الآن، وكثيرا ما يحدث ومنادي الله سبحانه وتعالى لا يستأذن من أحد ولا يخبر أحدا بموعد مجيئه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يكون الرجل على حالة من الحالات، يبيع ويشتري، تاجر ويعقد الصفقات، بل يأكل ويشرب، يروح ويجيء، بل ربما يعصي ويعاند الله سبحانه وتعالى. وبينما هو على ذلك إذ فجأه الموت. ومن الناس من يصلي أو هو صائم أو يلبي، أو يلبي أو يذكر الله سبحانه وتعالى أو يتدرج في مقامات، الصعود ومدارج السعود، وإذا به يلبي
نداء ربه سبحانه وتعالى. لو كان أحدنا يدري على أي حال لربما رتب نفسه، لكن كلنا والله لا نكاد نستثني أحدا، لا المتكلم ولا السامع، لا الحاضر ولا الغائب، كلنا صاحب ذنب ثقيل، كلنا يعالج من ألوان التقصير والإسراف، كلنا بضعته التسويف وغدا والأسبوع القادم، وإذا تزوجت وإذا زوجت الأولاد وإذا تحسنت الأوضاع وغدا نتوب وغدا نؤوب وغدا ننيب، ولعلنا هذه طبيعة كل منا. أذنب عبد ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الرب تعالى علم عبدي أن له ذنبا، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قد غفرت لعبدي. هذا هو سر القضية، أن يبقى الإنسان يعلم أن له ربا هو الذي يغفر الذنب، ومن يغفر الذنوب إلا الله. لكن ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سر المسألة أن الله تعالى لو وكلنا إلى أنفسنا مع تخليطنا هذا وإسرافنا وتسويفنا، كلنا والله يخبط خبط عشواء. هل منا رجل يجرؤ أن يقول أنا على الصراط المستقيم، لو مت على هذا دخلت الجنة، أنا مقبل وسعيد وراغب؟ لا أظنني كذلك، ولا أنت ولا هو ولا هي. ثم إنك لو تأملت، لو بقينا على هذا الحال نهارنا وليلنا وصيفنا وشتاءنا، رغم أننا نصلي ورغم أننا نقرأ القرآن ورغم أننا ربما يمارس منا من يمارس من أسباب المعالي من أمر بمعروف ونهي عن منكر إلى آخر ذلك، لكن حجم التقصير مرعب، حجم الإسراف مخيف، ووصل الأمر إلى حالة من الفتور، ربما الغفلة وربما الإحباط من كثرة الضغوط، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. هنا يأتي الفتح. أنا أقول كيف يتسنى للعبد عيش في هذه الدار مع هذه الوجوه التي يراها، ابتداء من الوجه الذي ينظر في المرآة فيراه، ومرورا بمن معه في البيت والحي والمسجد، وانتهاءا بمن يرى في الطريق ويعاشر ويخالط. لو بقينا على هذا إلى أين يذهب بنا؟ لولا مواسم خير وبوارق أمل ونفحات قدس وعطايا إلهية يأخذك الله عز وجل، ربما أنت ما كنت تدري ولا كنت تحسب من منا كان يخطط لهذه العمرة، على أننا ما ندري من منا سيذهب إليها ومن منا سيقبل فيها، لكن على الأقل نحن الآن إن كان هناك انشراح ورضا وإقبال وسعادة ولذة، فعلى رائحة هذا المعنى نحن بعد ساعات سوف نخلع ملابس الذنب ونلبس ملابس الطهر ونطوف بالبيت، نغسل ونتنظف، ولا يكون بيننا وبين الله أحد، نترك الشواغل والمشاغل، الزواج والأولاد والضيعات والتجارات والأموال، المواعيد والارتباطات والبيوع، نترك كل شيء ويتحد الهم، يصبح هما واحدا، بل تترك من معك
حتى ولو كنت تصحب امرأتك في هذه اللحظات قد تكون امرأتك بجانبك أنت لا تعرفها، تطوفان معا نعم وتحمي عليها وتحرص عليها، لكنك مع هذا كله مشغول عنها وهي بجانبك، همك واحد: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. هنالك تقول: عبدك بفنائك، مسكينك ببابك، فقيرك بأعتابك. تتعجب من حلم الله عليك، أنت تعرف نفسك وأنا أعرف نفسي، والله أنا أتعجب كيف يسوغ للعبد أن يجلس مجلسا كهذا وأن يتكلم كلاما كهذا والله تعالى مطلع عليه وهو من هو، إسرافا ونفورا وبعدا وظلما وذنبا. لكن إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة، رحمتي وسعت كل شيء. هنالك وأنت تطوف تتذكر أن امرأة زانية في أشرف زمان ومع أشرف قوم تابت فقبلها الله وغفر لها ونوه بتوبتها وحيا تسمعه الأجيال، تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. هنالك تذكر قاتل 100 نفس كيف أنه لما ناء بصدره رغبة في ما يحب الله سبحانه وتعالى قبله الله سبحانه وتعالى. هنالك تذكر أمثال عكرمة وصفوان وخالد وعمر ممن كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم غير الله عز وجل حالهم وقبلهم ورفعهم وصاروا أئمة الجنة. فتهش تقول: لعلي أن أقبل، لعلي أن أتوب، لعل الله عز وجل في لحظة عفو ومن وكرم وجود. وهذا شأن الرب سبحانه وتعالى، جواد كريم، رؤوف رحيم، غفور حليم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يقول: يا عبادي، ما أشرف النسبة، كلما نسبت إلى الله تستشعر بارقة الأمل، تستشعر أن هناك فرصة احرص أن تستغلها. كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. سبحان الله، إن الله غني عن العالمين. كأن الله يأتي بك لنفسك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أرأيتم هذه الذبائح والأضاحي وهذا التسبيح والتهليل والتلبية، ما أغنى الله سبحانه وتعالى عن كل ذلك، ما أغنى الله سبحانه وتعالى عن كل ذلك. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما أغناه سبحانه وتعالى وما أحلمه. يا عبادي إنكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا جميعا في صعيد واحد،
هكذا نفعل نحن، سوف ترى من كل الأجناس والألسنة والألوان واللغات والأحوال. قاموا جميعا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، والرب قادر على هذا كله، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليم. وما الذي ينقصه؟ مخيط إبرة إذا أدخلت في بحر. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، هذا شأن الرب، ما زال يتودد إلى عباده بالنعم، ما زال يذكرهم بنعمه ويذكرهم بذنوبهم حتى لا يتيه عن هذه المعادلة المقايسة بين نعمة الله عليك ومنها تيسير هذه العمرة، ومنها أن يقذف في قلبك الرغبة فيها، ومنها أن ييسر أسبابها المادية بكل المعاني ليست الدراهم وفقط، ومنها أن يتمها عليك، ومنها أن يعطيك القدرة والصحة والعمر، ومنها بعد ذلك أن يقبلها منك، ومنها أن يقذف في قلبك توبة دائمة وإنابة مستمرة، وأن يستعملك حتى يقبضك على عمل صالح. كل هذه وأنا أغفر الذنوب جميعا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ترى أنت بدون عمرة وبدون رمضان إلى رمضان، بدون مجالس تحفها الملائكة وتتنزل فيها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكر الله أصحابها في الملأ عنده، دون هذه الفرص كيف كنت تكون؟ كيف كان إحباطك وغفلتك وفتورك وأنت مع هذا كله عندك من هذا أطنان؟ لكن تأتي هذه المواطن فتستشرف، تقول سأبدأ من جديد، سأغسل الماضي الوسخ، سأتنظف، سأعطى فرصة، وأنت تستشرف من كرم الكريم وعفو الرحيم وحلم العظيم ومنة المنان ما يعينك على هذه المعاني. تقول ولما لا، لماذا لا أرجو؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فإن من أعظم العبودية التي نوصي بها أنفسنا وإخواننا، وقد أظلنا هذا الخير ونزلت بنا هذه المنة ونحن نستشرف أن نكون من وفد الله وأن يكون الله تعالى قد اختارنا لهذه الكرامة العظيمة، لمعاني تجديد الإيمان ومراجعة الدين و نظر في التوبة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يأخذ بأيدينا. فإن من أعظم ما نتواصى به من عبودية عبودية التأمل، وذلك أن العبد يستعظم هذه النعمة على نفسه لأنه يعرف أنه مسكين وأنه فقير وأن هناك من هو أولى منه بذلك، ويتعجب أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه المنة، فلا يزال شاكرا، لا يزال متأملا لذنبه حتى يستغفر ويتوب توبة عامة توبة خاصة مما يذكره من غدرات وفجرات، لا يزال مستحضرا نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، لا يزال له في كل موطن وفي كل مشهد في كل موقف وفي كل نسك وفي كل لحظة لا يزال له مواطن تأمل
إذا أحرم يتأمل، وإذا لبى يتأمل، وإذا طاف يتأمل، وإذا سعى إذا رأى المسجد، وإذا صلى في هذه الأجواء، في هذه العرصات، إذا خلى بنفسه، إذا شعر أنه ليس عنده اليوم وظيفة من تجارة أو يعني صنعة أو وظيفة أو نحو ذلك، وأنه الآن وقف لله تعالى مفرغ، ليس أمامه إلا أن يعوض وأن يجبر ذلك الذي فاته، وما أكثر ما فاته، يجب أن يستحضر هنا معنى المسارعة والمجاهدة. الفرص لا تتكرر، ونحن كل يعني أصحاب هم ثقيل وذنب كبير، في هذه اللحظات عندنا من الفرص ما نعالج قسوة القلوب وجمود العيون وطول الأمل والحرص على الدنيا، فقد فرغنا الله تعالى لذلك. فلا مجال هنا للنوم ولا للفضول، فضول الطعام والشراب، ولا فضول الخلطة، المصاحبة والكلام، قالوا وقلنا وفعلوا وفعلنا وتكلموا وتكلمنا وسوف نفعل ونذهب ونبيع ونشتري. نحن بحاجة إلى التركيز، إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، ولن تجد هذا ميسرا بمثل هذه الفرصة. الموفقون نهارهم وليلهم إلا من شيء يسير يتقوون به على العبادة، طائعون مخبتون قانتون، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. في مكة، في الحرم، في صحن الكعبة، إذا لم نرى هذه المعاني، إذا لم نرها في روضة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيته ومنبره، إذا لم نستشعر هذه المعاني ونحن جلوس في أشرف البقاع في بيت الله، حيث الصلاة بمئة ألف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الصلاة بألف صلاة، إذا لم نستشعر ونحن نقرأ القرآن هناك على الأقل هذه المعاني، فمتى نستشعرها؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم، هناك تقسو القلوب. فماذا نفعل هنا؟ إذا قست القلوب هنا أو بقيت قاسية كقسوتها هنا خبت إذن وخسرت، لكن لا بد من معالجة هذه القسوة، وهذا يحتاج إلى إدمان عبادة، يحتاج إلى انصراف عن الناس. وهل آفة الناس إلا الناس؟ أنت مع الناس عشرات السنين لن يغنوا عنك من الله شيئا، لكن حين تترك الناس جانبا وتتخذ الله تعالى صاحبا، هو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. أليس الله بكاف عبده؟ إذا استغفرته وإذا تبت إليه وإذا استعنته، هذه المعاني والمجاهدات والبذل والتنافس، لا أقول تنافس إخوانك وأصحابك معك في غرفتك، بل تنافس نفسك. ضع لنفسك هدفا، أختم القرآن في خمس، مضى أول يوم وجدت نشاطا قلت لقد أخطأت في خمس بل في ثلاث، فلما مشت معك في ثلاث قل الختمة الثانية سوف تكون في ثنتين، فإذا قيل لك لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث قل هذا في الأجواء العادية، في الظروف الطبيعية، نحن في أجواء غير عادية وفي ظروف غير طبيعية، الليل والنهار نحن عاكفون،
على هذه المعاني، فلتكن الوجبات الثلاث وجبتين، ويمكن وجبة، فلنصم هذه الأيام، فلنجلس على القرآن عامة النهار والليل، فلنهرب عند المنام من أصحابنا وإخواننا ونذهب نتم وردا أو ننشغل بقراءة أو ننظر في فهم معنى أو تأمل آية. هذه المنافسات وعندك من كل أسباب الإعانة، حين تريد أن تطوف فطوف، مقصود الأعظم من العمرة هو الطواف، ولهذا لا يشرع تكرار العمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في يعني عمراته أياما وأياما، تارة ربما يزيد على الأسبوعين، ومع هذا لم يعتمر إلا عمرة واحدة، والعمرة في ساعتين. فما المقصود من العمرة؟ كثرة الطواف. إن شئت أن تطوف في اليوم 20 مرة ولا يكون الطواف إلا 7، عمليا سيشق عليك، لكن جاهد نفسك، بدل 20 خذها بعد كل صلاة وقبلها وفي أوقات الليل وفي أوقات الحر، اغترف واغتنم. وعندك زمزم، عجيب، كل شيء ميسر، مجرد أن يعني كلما وجدت نعاسا، وسوف تجد، لأن الشيطان لن يتركك ولا في الحرم، استعن عليه بأن تشرب من زمزم وتدعو: اللهم أعني على الختم في 3 أيام، اللهم أعني على يعني أن أجد قلبي، اللهم أعني على يعني حسن الخلق، اللهم أعني على توبة نصوح تقبلها مني، اللهم استعملني فيما تحب. لا يزال الرجل، وهنا تظهر المعاني، معاني التأمل ومعاني الفتوح التي تأتيك إذا علم الله عز وجل منك الصدق. وقف رجل أعرابي، والأعراب ليسوا أهل علم ولا أهل تأمل ولا، لكن التوفيق حين يصيب أحدا يصيب ولو كان يعني من كان. وجد، وقف عند زمزم يشاهد الناس، فوجد هذا يسأل الله تعالى أن يرزقه علما نافعا ويشرب، هذا يسأل الله تعالى أن يشفيه ويشرب، هذا يسأل الله تعالى أن يعني يغنيه ويشرب، هذا يسأل الله تعالى أن يقضي دينه ويشرب، وهذا وهذا. الرجل أصابته دهشة، صار عنده وهو يريد أن يقلد أحدا، فوجد أنه ما بقي على لسانه، ماذا يفعل؟ ما يعرف ماذا يفعل. فقال: اللهم إن كل واحد من هؤلاء قد اختار لنفسه، فاختر أنت لي. شوف الرجل، الدهشة هذه جعلتنا ننقل كلامه، أوصلته إلى معنى أعجب من معانينا: اللهم هؤلاء قد اختار كل منهم لنفسه، فاختر أنت لي. ما ظنك إذا اختار الله له؟ يعني أليس الله بكاف عبده؟ لم يزد على هذا، اختر لي أنت، يعني اختر لي ما يعني تحب. هذه معاني لا تأتي إلا في هذه المواطن، لا يعدها الإنسان، وإنما فتوح إذا علم الله صدقك منذ خرجت، منذ نويت، منذ عزمت، منذ تأملت، منذ بذلت، منذ اخترت، منذ وقفت هذا الموقف وضحيت ببعض الأموال وبعض الأوقات والإجازات، وكل منا يعرف، لكن أنت هذا لنفسك، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. إذا صح منك العزم فأبشر بأنواع من الفتوح سوف لا تعرفها إلا في حينها، لكن كيف تصل إليها؟ معاني، معاني الصدق والإخبات والفرار إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني، حتى هذه المعاني أنت والله لا تملكها ولا أنا، لكن ارمي نفسك على عتباته وقل: يا ربي فقير مسكين ضعيف، لو وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى عجز ومضيعة، أنا بك لبيك اللهم لبيك. هذا معنى التلبية: لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك أيضا لك، لا شريك لك. كلما شعرت بهذه المعاني وعلى قدر التوفيق في الإحساس بهذه المعاني واستشعارها،
تكون الفتوح إن شاء الله تعالى. ولا بد من حسن الظن في الله. لماذا تقول في هذا الموطن أنا يفتح لي، أنا يغفر لي، أنا عارف نفسي، أنا سبحان الله. فرق بين المقامين، مقام يعني هضم النفس وسوء الظن بالنفس، لابد أن يكون عندك من هذا ما يملأ الدنيا، ولا أنت بشيء، من أنت؟ لكن هناك مقام آخر غير هذا، فرق بينهم، مقام الطمع في عفو الكريم من وسعت رحمته كل شيء. هذا المقام يختلف عن ذاك المقام، أحيانا يجد الإنسان لذة هذا، وأحيانا لابد من لذة هذه. عبودية وهذه عبودية، كالصبر والشكر والخوف والرجاء، وهذه فتوح. حاول أن تتذوق من كل معنى من هذه المعاني، وتتنقل في كل بستان من هذه البساتين. يعينك على هذا أيضا أن لا تجعل الدنيا تغلبك، لا تنافس في رغيف. إذا كان عندك فرصة أن تنافس في الفردوس الأعلى، فدع عنك قضية رغيف يعني زيادة، ولا رغيف نقص، ولا فراش يعني بجانب الجدار، ولا فراش بين فراشين، ولا فندق يعني أقرب 20 مترا أو أبعد، ولا فلانا يعني سلم لما دخل ولا ما سلم. هذه قضايا لا تنتهي، ما أكثر ما يضيع الناس أعمارهم فيها. لكن الفقيه، كل الفقيه الذي يعرف قيمة الوقت وشرف الزمان، أنت أمام يعني فرصة تستطيع أن تتاجر بالمليارات، تترك هذا وتتاجر في العشرات، أنت يعني مغبون. ولهذا أحسن شيء في هذه المواطن أن تنشغل بقضيتك، وأن تترك ما يمكن أن توكل فيه غيرك لغيرك، وأن تشفق عليه وتقول هذا مبتلى، أما أنا فقد فرغني الله لعبادته، وأما هذا المسكين فإنه يعني قائم يسكن هؤلاء ويدل هؤلاء ويركب هؤلاء ويسمع من هؤلاء، ومسكين أعانه الله، لعل له نية، ولعل الله عز وجل ينفعه بهذا. وعامة إخوانكم محتسبون، من يعني سيعينك، ومن سينصحك، ومن سيدلك، ومن سيصحبك، ومن سيرتب لك، ليس فيهم أحد يأخذ قرشا من الآن حتى تعرف. فيجب أن نتعاون، ويجب أن نتناصح، وأن نعلم أن الاختيار هو في الحقيقة اختيار الله سبحانه وتعالى. حتى قضية نذهب مكة أولا إلى المدينة، صحيح العبد يرتب، لكن الله عز وجل من وراء ذلك هو الذي يدبر. اللهم دبر لنا، فإننا لا نحسن التدبير، والطف بنا فيما جرت به المقادير. هكذا ندعو، إذا كان هذا يعني الشأن، إذا كان هذا شأنك فأنت مع الله عز وجل في أمان، وأنت مع الله عز وجل في خير، ما دام الله عز وجل لا زال ينعم عليك ويصطفيك. هذا العدد وإن ظننناه كبيرا، كم يساوي في عدد الناس في البلدة ويعني في الدنيا؟ عدد يسير اصطفاه الله سبحانه وتعالى. هذه كرامة يجب أن نقدر لها قدرها، وهذه نعمة يجب أن نشكرها، ويجب أن نذوب خجلا وحياء من الله سبحانه وتعالى، حيث ترك هذه الجموع وربما فيها من هو أكرم عليه منا، ثم أخذ هؤلاء المساكين وهؤلاء المذنبين وهؤلاء المسرفين، واختارهم ويسر أمرهم. يوشك أن نذهب إلى بيت الله، نوشك أن نطوف ببيت الله، يوشك أن تغفر الذنوب وتقال العثرات، وأن يلم الشعث، وأن ترجع كيوم ولدتك أمك، أن تذهب الذنوب، وأن تصبح الصفحة نقية بيضاء، ثم يقال لك ابدأ من جديد، أرني. حينئذ تكون الاختبارات مرة أخرى، وتكون الامتحانات مرة جديدة. ما بين هذه وتلك عفو الرب سبحانه وتعالى وإحسانه، وقد يذنب مرة أخرى وثانية وثالثة، وقد يفتح الله له فرصة أخرى وثانية وثالثة،
ويعود لربه في كل مرة: ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، الثانية والثالثة، حتى يرى الله تعالى، حتى يرى الله تعالى منه ذلك فيحبه. يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. يعني إذا كان معه هذا الضابط أنه كلما أسرف عاد له رب يرجع إليه في كل شأن من شؤونه، هكذا شأن العبد، وهكذا أيضا شأن الرب. وهكذا نحن أمام لحظات مباركات وساعات طيبات وفرص مضيئات، يوشك إن وفقنا في استغلالها، نحن نحسن الظن بالله عز وجل، أن تبيض الأمور بعد سواد، وأن تتنظف الأحوال بعد خلاف ذلك، أن يستقيم العبد على الطريق، أن يوازن بين ما به من طبيعة بهيمية وبين ما به من طبيعة ملكية. عسى أن تغلب الطبيعة الملكية الطبيعة البهيمية، فتخف الروح، تبدو الإشراقات وتتفجر الطاقات، وتنطلق في طريق رحلتك إلى الله عز وجل، إلى أن يأذن الله عز وجل بالخواتيم. نسأل الله تعالى في ساعات الخواتيم أن يدخر لنا فيها أحب ما يرضاه لنا. اللهم إننا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. إنه سبحانه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.